سؤال قصة اليوم بس مزغرطة فينا ناكل منها يعني انا وياك هيك ايه ايه اليوم عنا اثنين ايتمز بدنا نحكي عنهم يلي هن النيو ويف اوفن والسنيك كومبلكس. بس الستيم سبيد بتطلع مع النيو ويف اوفن اذا اشتروها قبل الساعة واحدة. اوكي هلا النيو ويف اوفن هي اوفن جديد بنستغني عن الفرن والغاز والمايكروويف بذات الوقت وي ريبليس ات بهيدا. هلا لا اقدر بدي حميها شوي سو قبل بدي اشرح عنها على السريع وبرجع بعدين بيجي معها مزبوط كذا عده ايتمز عده صواني صينيه من هيدا الحجم يلي هي الحجم الكبير بيرجع صينيه ثانيه حجمها اصغر اذا حابين نعمل مثلا بيتزا صغيره بهالحجم تو راكس وحده اعلى من الثانيه كمان فينا نحطهم بعده فوق بعضهم بعده اشكال فينا نحطها هي تحت وهديك فوق لحتى اذا بدنا نعمل عده اشياء بنفس الوقت exactly. يعني فينا نحط okay. كذا يعني فينا نحط بالتحت الصينيه التحتانيه بيرجع على هيدا الراك وبيرجع فوق حسب شو بدنا نطبخ وكمان بيجي مع الايتمز تبع البيتزا يلي انا عامله فيهم البيتزا اليوم رح فرجي كيف تنعمل هيدي المعموله من سيليكون خصوصي كرمال تقدري شو بقولوا تخبزيها بقلبها بيرجع هيدا الجات يلي بينحط عليها البيتزا وبتنقص فيها وهيدي يلي هي بانس لنقدر نقلب البيتزا فيها. هلا انا لا اقدر اشرح عنها بس بدي حميها هيدي البيتزا مثل ما بدنا نفرجي هون مقلوبه وجهها لتحت يعني ميله الجبنه والتوبينج لتحت. هلا فسر لي رح حطها على هيدا الراك العالي وسكرها وعير باي ذا واي هيدي الوقت بياخذ كثير اقل من الوقت الفرن العادي نص الوقت. هلا انا رح احط على المنيو دومينيك وزنها خفيف الازازه خفيفه منا ثقيله هلا فيها لانه فيها كمبيوتر هون منا كثير خفيفه بس منا هون منا ازاز يعني ما في ثقل فيها. هلا بنبلش بنحط كوك تايم انا رح احط 10 مينتس لحمر الخبزه من فوق ستارت بلشت. هلا انا لا اقدر افسر ليه حطيت التوبينج لميل التحت هيدي بتشتغل بطريقه بثلاث طرق بكوندكشن كونفكشن وانفراريد. شو هو الكوندكشن؟ الكوندكشن هو وقت الفرن العادي اللي بنستعمله بحمي لنا او بحمر لنا الطبخه من فوق يعني الحماوه يلي عليها بس من فوق هاي كوندكشن. الكونفكشن الغاز الافران اللي عنا اياها ما بيشتغلوا على الكونفكشن. الكونفكشن هو هواء بيقطع بقلب الفرن حتى يوزع الحراره ايفنلي على اكزاكتلي على الطبخه اللي عم نطبخها. والانفراريد ريز الانفراريد هي ليستوي حسب حتى صدر دجاج او شيء ستيك شوي عريضه بالفرن العادي بياخذ كثير وقت ومش دائما بتستوي منيح من جوا بس بتحمر من برا. بهالطريقه هون بالثلاثه طرق يلي عم تنطبخ فيها يلي هي كونفكشن وانفراريد بتفوت من جوا الانفراريد بتفتويها منيح بذات الوقت بتكون الهواء عم بيبرم هيدي الحراره ايفنلي عليها لتحمرها من برا. سو بكل الطرق هولي عم تستوي كثير منيح ولانه الصغيره هاي الحراره ايفنلي ديستريبيوتد فيها بتخلص الطبخه بنص الوقت يلي عاده بنحطه بالفرن الكبير. احنا بنكبر الفرن على اساس انه ليساع 100 شغله للعائله كلها بس هي انفاكت هاي بتساع قد الفرن الكبير لانه عندك عده طبقات يعني غميقه فيك. قد ايه حطيتي هلا وقت؟ هلا حتى 10 دقائق لاقدر بس حمرها من فوق العجينه. أوكي. بعد شوي وقت بتحمر العجينه من فوق ببرمها فرجيكم كيف حتى نحمر لها وجهها من فوق وتصير بمثل هيدا الشكل وساعتها بتحطي عليها التوبينج او انت حاطط هي التوبينج كلها معموله خالصه بس أوكي. نحن عم فرجي اكزاكتلي كيف لانه هن اصلا مكتوب كله بالكتالوج بس انا حبيت فرجي انه من بل لانه حتى انا فيها سبينتش وتشيز بس ما في شيء بيوقع يعني هيدي السيليكون تري يلي تحت بتقيم الاكسس اويل ما بتقيم الجبنه ولا بتخليها تلزق عليها ولا التوبينجز ولا شيء بيوقع. ما هيك انا ناطره فكرتك مش حاطه بعد انه بتحمليها شوي بترجعي تقلبيها وبتحطي لا هلا بتشوفي وقتها
الخدمه كيف بتضلها مثل ما هي. اوكي اوكي سو شغله ثانيه فينا نعمل بهالوقت شيء ثاني معه؟ ايه لو بدك تعملي مثلا فرايز هلا هي لفسر عليها شوي، هيدي فيها تعمل مثل المقلي فرايز، منحط البطاطا مثل ما هي، إذا حابين شوي نحمرها زيادة فينا نرش الكوكينج سبراي عليها يعني أنجأ من حط نقطة أويل عليها، لأنه مثل ما فسرت في هواء عم بيبرم بقلبها، هيدا الهواء إت إير فرايز ذيم، بدل ما تو أويل فراي ذيم هي إت إير فرايز ذيم، بيطلعوا البطاطا مثل المقليين بس بلا أويل. هلا هيدي المكنة إت إز أبروفد باي ذا هيلث أسوسيشن بأمريكا، كثير كثير الكوليسترول ليفل وقتها بنطبخ فيها فور ا لونج تايم بيوتو معنا اذا عندنا مشكله كوليسترول. اتس ا فيري هيلثي ايتم. صورك صورك حتى زعلت عم بيطلع عم بيجقرها بعينه. بقى هيدي مثلا امبارح حتى فيها بيكن خصوصي لجرب حيلا شيء، اذا لحمه همبرجر شوي فاتي او خصوصي حطيت البيكن ستريبس تشوف قد ايه نزل كميه زيت، يو كانوت ايماجن قد ايش في كميه زيت بانواع اكل ناكلها بلا ما نعرف عم بيفوتوا ديركت على اجسامنا. نزل كلهم بينزلوا على هاي التري الفرجيتا السوداء. بيكن كلها فات يعني. كلها فات، بس في اوقات مثلا نخلطها مع شيء ثاني بنطبخها، ما بتتخيلي قديش مضره كميات الزيت، حتى لحمه الهامبرجر يلي بتفكريها هبره وفات فري، بضل ينزل منها شويه زيوت بالغنى عنهم يعني. هيدي ات كان جريل، يعني فينا نحط خضره مثل ما هي عليهم، ات جريلز ذم بلا ما نقعد نفوتهم ساعه بالفرن، او نولع الباربيكيو كرمال نعملهم جريلد، مثل ما قلت ات كان فراي، ات كان جريل، ات كان بيك، هلا عم نخبز العجينه فيها، ات كان ستيم، الخضره سوري الاكل اذا جبناه حسبه صدر دجاج فروزن من الفريزر مثل ما هو محجر، بنحطها فيها ديركت بلا ما تعملي ديفروستينج مايكروويف او شيء، هي لوحدها الديفروست دم والمي تبعهم بتفوتها جوا حتى تطلعها طريه ومطبوخه ايفنلي. اوكي اوكي هلا مثل ما قلت من بعد ما نطبخ فيها على فتره تقريبا ثلاث جماع او اربع جماع اوتوماتيكلي بخف وزنك لانه الفاتس والزيوت كلها عم تنقم منها، وبتصيري انت معوده بقى تاكلي على هالطريقه الهيلثي، يعني بامريكا عم بيستعملوها للدايت سنترز والهيلث سنترز اللي عندهم مشاكل بقلبهم وغيرها. هيدي نيو ويف اوفن حقها 155 دولار، واذا انطلبت قبل الساعه 1 عاملين اوفر مع الستيم سبيد، وخاصه هلا قبل عيد الام يعني بانجأ بعد في عنا وقت، اتس ا فيري نايس ايتم النيو ويف اوفن لعيد الام طبعا. كثير بينبسطوا فيها ايم شور النسوان والرجال، يعني رجال على حجه انه نسوانهم او امياتهم. الستيم سبيد هن مثل ما عم بتشوفي غدا، هي طابة فيها فتحات، هلا فيها فتحة كمان وحدة أكبر بالنص في بقلبها سفنجة، هي منعبيها مي لنحطها بقلب النشافة خاصة هلا بفصل الشتاء قليل لنقدر ننشر برا، عم نستعمل كثير النشافات، أوقات بيطلعوا التيب منهم مجعلكين زيادة أو منشفين كومبليتلي بدنا نرجع نبخهم شوية مي وستيم نحن وعم نكويهم بالغنى عن هول كلهم مع الستيم سبيد. ليه؟ لانه وقت بتتعبى مي هدول الفتحات كلهم عم بيعطوا فيبر طول الوقت هن وعم بينشفوا التيب بالنشافه. سو هي بتغنينا عن كوي عده ايتمز مثلا شراشف التخت هول كلهم ما في لزوم بقى نكويهم فيهم. هلا اذا في قماشات شوي اصعب من غيرها وي ار كاتينج هاف ذا اماونت اوف الكوي يلي عاده بناخده لانه بيطلعوا رطبين مش رطبين مي بيطلعوا ميلسين مش مجعلكين وناشفين محطبين. سو وهيدي فيها اثنين كل وحده خبرتيني عنها هي قبل ما اشيل النشافه يلا ما في شيء راح ديان لمرتي الجاي كل وحده منهم فينا نستعملها اكثر من 100 مره سو في عندهم حياه طويله يعني لانه ما فيها شيء حتى ينتزع ما في شيء وشو فيها قاسيه يعني هيدي البلاستيك وجوا سفنجه انه شو بده يصير ما رح يصير شيء ولا هي عم بس عم تعطي فيبر طول الوقت للطري التيب يعني بدل ما نحط الاسوبيسات ننقعها بمي لنتاكد انه شربت مي لا هي السفنجه اوتوماتيكلي وقتها بتحطي المي بقلبها بتحسيها انه خلص يعني ليك الفتحات حتى لهون بتعبيها لفوق فوق
وهي شربتهم، ما في خوف حتى من انها ينزلوا المي لانه شربتهم كلهم. داكور. اوكي سو هي حقها الستيم سبيد بلا الاوفر 24 دولار مع الاوفر اتز فور فري قبل الساعة واحدة. قبل الساعة واحدة. أوكي. اخر ايتم بدنا نحكي عنه هو السنيك كومبلكس يلي هو كريم انا بسميه عجيب الا الوجه. هيدا بيغنينا عن الانجكشنز يلي بنعملهم كرمال الريد تبعنا بدون كلفة عالية، بدون وجع ابر تشيك ووك، بدون خوف انه طلع عنا ميلة ظابطة ميلة ثانية مش ظابطة بدنا نرجع نعمل رتوش. بعدين بعد لهلا بعد ما قدروا يكتشفوا شيء للرقبة، يعني بيعملوا اشياء للريد للرقبة مش للرقبة للوجه، الرقبة بعد أول محل بتفضح أكثر محل بتفضح. بقى السنيك كومبلكس فينا نستعمله على الوجه وعلى الرقبة، معمول من خلاصة الفينوم السم تبع الحية، فور وان ريزن إنه سم الحية بيعملنا بشل، بيعمل باراليسز للمسلز يلي حسب الحية اتاكتش على إيديك، بتعملك باراليسز على المحل ما عملت لك اتاك، لأنه الفينوم تبعها بيخدر. سو اكتشفوا انه هيدا الفينوم بس مش بس بيخدر، مليان بروتينات وانزيمز كثير كثير مفيده للبشره. اكزاكتلي. سو بلشوا يستعملوها على محلات يلي نحن بنعمل عنا ريد فيها، حوالي العيون، الكريم هيدا بيستعمل حوالي العيون، هون حوالي التم، فوق الشفه، اهم شيء على الجبين عنا كثير نعمل اكسبريشنز جقرات خاصه، وعلى الرقبه مثل ما قلت والصدر من فوق اذا بنحب. هلا ذا مور ذا يونجر وي ار اسرع النتيجه تبعهم، كل ما نكبر بالسن كل ما الريد بيغمقوا بيصيروا غماق اكثر مش بيغمقوا. دونك ببلش واحد بريفنشن ببلش شوي عمر بكير. يعني ذا ايرليير وي ستارت وذ ات ذا بيتر ريزلتس فينا نشوف بعدين. في منهم بيستعملوهم على كل وجههم اذا بحبوا لانه مغذي، سو ما في شيء بيضر فيه ابدا. كثير كثير البروتينز تبعه بيغذوا الوجه وبيعطوك النضاره يلي عايزينه، والايفكت تبعه ببلشوا يبينوا من ثلاث جماع اربع جماع وطلوع، منه دغري من ليله لضحاها لانه عم بيشتغل شوي شوي على الباراليسز تبع الوجه. هيدي قبل ما نروح لعندها بس بدي اذكر انه حقه 74 دولار السنيك كومبلكس، بيجي فيه تو باتلز مثل هولي. شو وضع السرقه اللي عم بيصير هون؟ لا لا عايزين نقرق، بليز ما تزعل الطبخه، ما تزعل الطبخه، سوا جانتي شيف بليز. بس خلينا تعال اقول لك بدي تبع البيتزا، عيدني اياها وحياتك برد لك اياها برجع. عن جد نزال القصه اللعبه، في اغتالك بهيدا هلا عن جد. روق لقلك انت مفكر تروحهم من هون وتاخذيهم كلهم معك يعني؟ كلهم الي هون. يلا فرجينا هيك لقلك. هاي حمرني لوجهها من فوق. اوكي هيدي برمه، فعل برمه حطيناها بهالشكل. اوكي اها ليك غاده ولا شيء ولا شيء عليها مثل ما هي. هلا لانه الوقت بلش يخلص فينا نرجع نسكرها نحطها في خمس دقائق زياده بس تنحمر لها وجهها لتطلع بهذا الشكل تحت حمر الجبنه. اتس ريدي دان ماي ويز ماي يور ويز. هيدي بيكون خلصنا حلقتنا اليوم. برجع بذكر سعر نيو ويف اوفن 155 دولار مع الستيم سبيد اوفر، وسنيك كومبلكس 74 دولار. كان قبل الساعة واحدة إذا حابين تاخذوا هالأوفر هيدا. مرسي لك دومينيك. مرسي غادة. منشوفك أسبوع اللي جاي إن الله راد. بريك راد. صغير ومن بعدها نلتقى بميلاد ما بدها هلات. ميشيل دايما بيس